تاثر الاقتصاد المحلي في الاونه الاخيره بنقص الموارد من العملات الاجنبيه مما ادى لظهور سوق موازيه لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجيه الناجمه عن الضغوط التضخميه العالميه في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتاليه وقد ادت تلك الصدمات وتداعياتها لارتفاع حاله عدم اليقين وتوقعات التضخم مما زاد من الضغوط التضخميه كما ادت تحركات سعر الصرف الناجمه عن تلك عن ذلك بالاضافه لارتفاع الاسعار العالميه للسلع الاساسيه بجانب صدمات العرض المحليه لاستمراريه الضغوط التضخميه التي دفعت بدورها من التضخم العام لتسجيل مستويات قياسيه. ده طبعا على الرغم من مخاطر وتباطؤ كمان معدلات التضخم السنويه مؤخرا الا انه من المتوقع ان تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ سبعه في الميه في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. مرة تانية بنقول لحضراتكم أن الاقتصاد المحلي الفترة الأخيرة يعني شهد نقص للموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمي أيضا لصدمات متتالية أدت إلى مجموعة من التداعيات وارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات بالتضخم مما زاد من الضغوط التضخمية عالميا، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية إلى استمرارية الضغوط التضخمية اللي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 وفي هذا الصدد واستمرارا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27 ونص في 27 وربع في المئة لا 28.25 في المئة و27 و75 في المئة على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطه اساس ليصل الى 27.75% وبناء على القرار الذي اتخذته اللجنه في اجتماعها بتاريخ بتاريخ الاول من فبراير 2024 برفع اسعار العائد الاساسيه بمقدار 200 نقطه اساس قررت اللجنه الاسراع بعمليه التقييد النقدي من اجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزول وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موحية كما يدرك البنك المركزي المصري ان التقييد النقدي يمكن ان يؤدي الى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير الا ان ارتفاع الضغوط التضخميه يشكل خطرا اكبر على استقرار وتنافسيه القطاع الخاص لذلك يعي البنك المركزي ان تحقيق استقرار الاسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط وتاتي قرارات السياسه النقديه المعلنه في اطار حزمه اصلاحات اقتصاديه شامله بالتنسيق مع الحكومه المصريه وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراف واستعدادا لتنفيذ اجراءات برنامج الاصلاح ثم توفير التمويل اللازم لدعم سيوله النقد الاجنبي كما يؤكد البنك المركزي على اهميه التنسيق بين السياسات الماليه والنقديه للحد من اثر التداعيات الخارجيه على الاقتصاد المحلي الامر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامه الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدوليه ومن المرتقب ان يؤدي القضاء على السوق الموازيه للصرف الاجنبي الى خفض التوقعات التضخميه وكبح جماح التضخم وبالتالي من المتوقع ان يتبع تضخم العام مسارا نزوليا على المدى المتوسط بعد الانحصار التدريجي للضغوط التضخميه المقترنه بتوحيد سعر الصرف من ناحيه اخرى تشمل المخاطر المحيطه بتوقعات التضخم للتوترات الجيوسياسيه الاقليميه والتقلبات في اسواق السلع الاساسيه العالميه والاوضاع الماليه العالميه. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكوره انفا سيتم الاعلان بوضوح عن اعاده تقييم معدلات التضخم المستهدفه والتي يحددها البنك المركزي المصري وادراكا بان قرارات لجنه السياسه النقديه تحتاج الى وقت حتى ينتقل اثرها الى الاقتصاد ستستمر اللجنه في تقييم توازن المخاطر المحيطه بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود. هذا وتؤكد اللجنه على اهميه الابقاء على مسار اسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف والاضافه الى انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الانتاجيه القصوى كما ستواصل اللجنه متابعه جميع التطورات الاقتصاديه وفقا للبيانات الوارده ولن تتردد في استخدام ادواتها المتاحه للحفاظ على استقرار الاسعار في المدى المتوسط وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة